السلام عليكم. عندنا واحد القصة قصيرة، ومنها غادي نحاولوا غناخدوا 4 ديال الأفعال و4 ديال الأسماء و4 ديال الأوصاف، يعني 4 verbs 4 nouns and 4 adjectives. القصة اللي عندنا هي The Hidden Treasure. The Hidden Treasure يعني الكنز المخبأ. هي هذه القصة اللي عندنا، ولكن لحد الان اللي خصكم تعرفوه هو ان فيها 4 ديال لي باراغراف. احنا غادي نقراوها، ولكن نقراوها بواحد الطريقه اللي هي جد بسيطه. احنا نقراوها من البدايه. There lived an old farmer. An old farmer. Farmer هي بالازرق، هي مزارع او فلاح. و old هي درتها بالاحمر، هي كبير في السن. شي واحد اللي هو old يعني كبير في السن. هذا وصف. هما الاوصاف كاملين درتهم بالاحمر، والاسماء كاملين درتهم بالزرق، ولي فيرب درتهم بالخضر. صافي. اذا اولد تعني كبير في السن، وفارمر تعني مزارع. وعافاكم لما تبعوا معايا مزيان، تبع معايا مزيان، لان في الاخر غادي نحاولوا نشوفوا شنو اللي عقلنا عليه من خلال هاد القصه هذه. اذا من الاول there lived an old farmer، هو هذا واحد المزارع اللي هو كبير في السن. He had four sons. كان عنده four sons. Four, one, two, three, four اللي هي أربعة، أربعة. و sons اللي هما أولاد ذكور. They هما هادو four sons. They were very lazy. شو هذا كيداير؟ كسول. كانوا كاملين بربعة بيهم كسالة. يعني هاد الفارمر هذا كانوا عنده four sons. He had four sons. And they were very lazy. ولادو بربعة بهم كانوا كسالى. lazy lazy كسول. هنا بما أنهم أربعة راهم كسالى lazy. he هذاك الفارمر he wanted to teach them the value of hard work. يعني he wanted to teach. teach هي علامة ولا درسة، منها جاية teacher. teacher اللي هو معلم. اذا هذا الاب هذا الفارمر بغى يعلم الاولاد ديالو شنو يعلمهم. the value of hard work. the value يعني القيمه ديال work هو العمل. بغى يعلمهم القيمه ديال العمل. but ولكن the lazy sons رجلنا lazy راهي انهم كسالى، هما راهم كسالى. didn't care for his advice. ما داوش ب النصيحة اللي عطاهم. One day احنا وصلنا للثانية، وصلنا دابا الباراجراف الثانية. One day في واحد اليوم the farmer اللي قلنا المزارع fell ill ولا ill اللي هي مريض. راه قلنا وصف، مثلا وصفوه هذا وصفناه بأنه ill مريض. He was on death bed كان في على فراش الموت. He called his sons and said عيط على ولاده وقال لهم I have buried a treasure in my field. I have buried هذا راه verb فعل، هادشي اللي جرناه بالخضر. I have buried to bury هي الدفن. قال لهم انا راني دفنت كنز. a treasure treasure بحال الفرنسي ان تريزور. treasure treasure in هو هذا الكنز. in my field في الحقل ديالي، كان عنده واحد الحقل. قال لهم I have buried a treasure in my field. دفنت كنز في الحقل ديالي. field حقل، عقلوا على هاد الكلمات هادو. but ولكن I do not remember the exact place. ولكن انا ما عاقلش على البلاصه بالضبط فين دفنته. dig it out after my death. dig هاو to dig هي انك تحفر. قال لهم ملي نموت احفروا عليه وغادي تلقاوه. ديغ عقلوا على ديغ. تو ديغ هي انك تحفر. افتر حنا وصلنا للثالثه. افتر ذا ديث اوف ذير فاذر اللي مات باهم. ذي وينت تو ذا فيلد. قلنا فيلد هو الحقل. ذي داغ. داغ جايه من تو ديغ. شنو قلنا هنا؟ يلا شفناها ديغ يحفر. اذا انت هما حفروا. They dug it from end to end من الجنب حتى الجنب، من القنت حتى القنت. But they found no treasure. ما لقاوش لو تريزور اللي قال لهم باهم. treasure اللي قلنا الكنز. الكنز. شنو؟ They became sad.
سعد. هاد السيد هذا ها هو راه سعد، ولاو حزينين ولا شعروا بالحزن. سعد اللي هو وصف، شي علاش درناها بالحمراء؟ قولوا معايا مزيان. وصلنا للاخيره الرابعه. In the meantime، في نفس الوقت، an old man، واحد الراجل كبير، passed that way، داز من حداهم. He knew، كان يعرف، what their father meant، كان يعرف باهم علاش قال لهم هذه الهضره هذه. هو يقول لهم he advised them to advise، نصحهم هاد الراجل الكبير اللي داز من حداهم، نصحهم شنو قال لهم؟ قال لهم he advised them to sow seeds. So ها هو this farmer is sowing seeds، ها هما seeds، البذور. قال لهم حفرتوا دابا الحقل ديالكم، ايوا زرعوا فيه، to sow هي تزرع، seeds اللي هما البذور. قال لهم زرعوا البذور دابا، ها هي يزرعوا البذور، to sow تزرع، والبذور هما seeds. They acted upon his advice، داروا بالنصيحة ديالو. They reaped a rich harvest، هما يجمعوا واحد الحصاد كبير من اللي نبت داك، نبتوا دوك المزروعات اللي زرعوا. They became rich، someone who is rich هذا راه وصف rich adjective، فيها هو ولاو يعني عندهم فلوس كثيرة، ولاو أغنياء، لأن هذا الحصاد هذا باعوه ولاو أغنياء. Thus إذا they learned the value of hard work، هما يتعلموا to learn، تتعلموا القيمة ديال العمل. احنا نشوفوا احنا الكلمات اللي خدينا من هاد القصة هذه، شنو قلنا؟ to teach، قلنا the father wanted the father، الأب بغى to teach his sons، بغى يعلم ولادو the value of hard work، القيمة ديال العمل. إذن to teach راه هي teacher، جاية من teacher، هي تعلم شي واحد. to teach هي تعلم شي واحد. to advise شنو قلنا تما؟ the old man، كان عندنا ذاك الرجل الكبير، advised، هذه درنا لها ايدي لأنها في الباست، them يعني the four sons to sow seeds. إذن هو شنو أعطاهم؟ نصحهم. to advise هي تنصح. the old man advised them to sow seeds. to bury شنو قال لهم الأب؟ الأب شنو قال لولاده؟ قال لهم I have buried a treasure in my field. I have buried a treasure in my field. إذن شنو هي to bury؟ قلتوا لها هي تحط شي حاجة تحت الأرض، يعني تدفن شي حاجة. to bury هي تدفن شي حاجة. قد دفنت، قال لهم، كنزا تحت الأرض في الحقل ديالي. to sow شنو قلنا؟ to sow the old man advised them to sow seeds، هي هي النيت. إذا to sow شنو قال لهم؟ نصحهم باش يزرعوا البذور. إذا to sow هي تزرع، والسيدز هما البذور. الأوصاف هما old، lazy، ill، sad. شنو قلنا شي واحد هو old؟ شكون اللي قلنا old؟ قلنا the farmer قلنا هو اللي old، يعني راجل كبير في السن. شكون اللي قلنا عليهم lazy يعني انهم كسالى؟ شكون هما؟ the four sons، الابناء ديالو بربعة كانوا lazy. شكون اللي قلنا عليه ill؟ قلنا الفارمر، مريض، كان مريضا. وشكون اللي قلنا عليهم ساد؟ كانوا ملي حفروا الارض وما لقاوش لو تريزور، they didn't find the treasure، so they felt sad، هما the four sons. وقلنا الهارفست، راه شفنا الهارفست هو الحصاد، وقلنا work هو العمل. اذا دابا الا قرينا القصه راه غادي نفهموها. هانت ذير ليفد ان اولد فارمر، شكون قلنا اولد فارمر؟ هو المزارع اللي كبير في السن. هي هاد فور سانز، كان عنده اربعه ديال الابناء ذكور. they were very lazy، وكانوا very lazy، كسالى. he wanted to teach them بغى يعلمهم شنو؟ the value، القيمة of hard work، ديال العمل. but the lazy sons، هما the lazy sons didn't care for his advice، ما داوهاش في النصيحة ديالو. one day، في واحد اليوم، the farmer fell ill، طاح على فراش
الموت يعني كان مريضا جدا ill مريض جدا. He was on death bed. He called his sons, called to call someone. He عيط ليه عيط ليهم and said, وقال لهم I have buried a treasure in my field. راني دفنت واحد a treasure قلنا هو كنز in my field. But I do not remember the exact place. ما عقلش على البلاصة ديالو بالضبط. Dig it. شنو قلنا تو dig. Dig. حفر. Dig. Dig it out after my death. تالتا. After the death of their father. اللي مات الأب ديالهم. They went to the field. مشاو قلنا the field. شنو هو؟ الحقل. The field. They dug it. شنو؟ dig. جاي من dig. Dug it. From end to end. يعني حفروها من القنت حتى القنت. But they found no treasure. No treasure. ما لقاو حتى شي كنز. They became sad. شنو قلنا sad؟ حزين. هما ولاو حزينين لانهم ما لقاوش، كانوا تيتمناو انهم يلقاو التريزور ما لقاوش. في الاخر in the meantime في هاد الاثناء an old man واحد راجل كبير passed that way داز من حداهم. He knew what their father meant. كان تيعرف الاب ديالهم شنو باغي يقول لهم بالضبط، المساج اللي بغى يوصل لهم. He advised them نصحهم to sow seeds. شنو قلنا to sow؟ to sow قلنا هي زرع. seeds بذور. seeds بذور. They acted upon his advice. داروا بالنصيحة ديالو. They reaped a rich harvest. وجمعوا جمعوا واحد الحصاد كبير. They became rich. أصبحوا to become هي أصبح rich. ولو عندهم مال كثير ولو أغنياء. Thus إذن they learned the value of hard work. إذن هما تعلموا القيمة ديال العمل. فإذا المورال بعد الشيء كامل من شنو غنخرجوا منه؟ باش غنخرجوا منه نخرجوا منه ب no pain no gain. هادي عقلوا عليها مزيان وديروها في دماغكم مزيان. no pain no gain. ما عمرك يعني بدون تعب. pain اللي هو الالم والتعب. no gain ما يمكن لك تاخذ حتى شي حاجه، لن تصل الى مبتغاك بدون تعب. اذا الى عجبتكم الطريقه هذه قولوها لي باش نديروا ان شاء الله دي فيديو واحد اخرين فيهم قصص اخرى. والى اللقاء.